أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقوع صبتهاي مع السند كسر دوادة ورك صبحني مع أعلن سيدي ميديا فضلا نهدا نقوع صبتهاي سبسكرايب سار قم بيلك فرود داور ركي قدن بي يوا صبحني مجمعة أخوض بحساسي أي نوصو السعودة فضلا نلا تشوك حوق حساسية محوق دومي مرسل أودي داي إنو النقض مدحوينكم الجار هاي كدي مركي عدالي سحوقنا هاي كسارين مدوغ مشرحين تمعارض كاسا تي أسيقو مدحوين فرماجك عبسان أي أيو دي داي وحاونه صو حصوصي إن حد كور فرماجي اسكور دعين كدي منا كورون تدي إي بيه لغا جرطي قدوميها قولها شعبك محمد مرسل شي عبد الرحمن يا عيارة يا كالين لحدي حادني ما هاي سغو دوان دي داي دلب ويميد مشارحين تم مدحوينها اي معارضك كاسو اها انو اسو بدلو مدحوينكم الجار هاي سيدا قد اللوغ سارو فرماجو هبينا كور ايا قدومي مرسل وجه هاي ميد كميد هاي حالة ديه اغو عسلا اي نولشيس سياسة ديد مركي او كلا دورتي انو كود واقو انو ياي مدحوينكم الجار هاي سيدا اي دون ايين ميدوغ مشارحين تم معارضك اي انو حالة دقبو جيو وحو دورتي مرسل انو سن حالة دوغو سيدارين وحونا او شاقاي مشارحين تم مدحوينها انو سن نقون كرين مدحوينكم الجار هاي سدح خودب درتوت كو إنو سندونين إنو دالكا غلو قلالاسا سياسيدت أو كوين حالة دا كالاقورك أي إيه حد لغو جيرو مركي أور نماذي حلكي مدحوين فرماجو لابو إن مدحوين فرماجو آنو تناسولين إن ديارنا أو إحين إنو لدaga لما حدي أو نخدو مدحوين كميلقار أي إساقونا آنو ديار أو إحين أرين تاسي ما داما حد كهر عشر لور لغي مرسل شي عبد الرحمن سدح ايو ان شرعي اهان اي سن عدين سيدي او كن نقون لها مدحوينة كميلقار اهي دستورنا آنو كو قرنين فشل دوروشا انو حلكا كووين كرو مدحوينها اسلاماركاسنا اي سن تلابدي هاي سن ايا تاقير دا بيش عالمكا مشرحين تلاكو الميقودومي مرسل ايا لغا سوحيك تاي ان تلابدا او قاداي اي كمو قاتي كالسوني دارو ايا دا او هوري قو دومين ايا عبسي قلين او غلا كل ماي مركي او قبتي موشين حلكا قادس مدحوينها فرماجو ايا هشيس او كلا جيرو او كيني حلكا قادس دي حسن علي قير انو كا مصر نمان شرع الدرة دي دعدي حلقي حكومة دي حلقارسين تي مهدي قولد سيكستبها اهاتي مر او موشين هاد كوركا قبتي فرماجو ايا كورون تدي اي بيه لغا جرتي مرسل شي عبد الرحمن اسلام اركاسين عبسي حوغن ايو كا قبا في الصوماليا سيدا درا ديدنا ايو وركي مشرحين تو ديدي لنا عكالا كولا مدي بارلابان كا يو قدن بيا ايو قدومي مرسل موجيي انو سن اوه قام سمينين ربطان كا مدحوينا حلقي سادم ماذي اي فرماجو اساقو كا هورتاقي ربطان كا مدو كورورسي اي لغا عبسي قباي انو جيديو رئيس الوزارة روبلي او احسي هيا حلك رئيس الوزارة سيكستبها اهاتي هالمر ايو ديگسكو يالي وامالين تي لصور دافاي ان او رئيس الوزارة روبلي كهور استاغي مدو كرورسي لنا عكلا ويل سغال جير اهي او لغا سوبت باديا كوح افضوبة تيكونا ربطي تضوا كون او دولار عيدما دا بوليس كمقالة دا بلدوين ايو قبل كهيران ايا سوبت باديا ويل او افضوب تي نين برعاد اهي كاس او لعق مدح فراشا اهي ويديس تي خويس كويلكا ويل كان يودا ديسا لغو شاقة ساقال جير ايا لغو مقا عابا صالح عبد القادر محمود وحانا مركي لا افضوبان ايا لغا صوت ديا اسكولكا ننك افضوب تي ويل كا او مقا عيسا لغو صوكو بي سيد علي ايا واتي موت بجاج وحونا ويل كان يركد البضي انو صوتو صوت دوكان كا ابيهيس اساقو مركي او راعي لا ادي جيها كالي ننكان ايا ساور رأي موقالا او كدوبي ويل كا ير او حرحيران وحا او لو داقاي قويس كا اما آبها اساقو اغو قو ديي إنو ديلي دونا هدي آن لسينين قرشات كو دالبادي غوري كويا لحافة دهول وداك اي مقالة ده بلدوين ايو نين كاسي جاية ويل كير وحونا ابيس ويديستي تدوكون او دولار مدح فروشا اهي ايا دو مر ايقر قرطن وداقالين او كرابي لباكون سيدا او شيغي ابا عبد القادر محمود عيدما ده بوليس كا مقالة ده بلدوين ايا سو حيرين نين كاف دوبتي ويل كا وحونا تاليها سلقا قلبيت كا بلدوين ورباهين تا او شيغي ان عدالة دل هوركيني دونا لغار قبها سي ويل كاسي ير افضوبتي اسلامر كاسي نرربي ان تضوكونا الدولار او كوقاتو لنا عكال محكمة دي هيران او حبسيك كاسي دي سيدد سي شرع الدراي وحيرنا او اي كميد اهيد هاويني حاملة اه محكمة دا قوبل كي هيران ايا حبسيكو يالا مقالة بلدوين كاسي دي سيد تضوو قفو يسوكو جرارك ايو الدمر او مدو اسبوعي اي وحيرنا إن أي كسوهر جيدان ما ملكو عصوبي هرشبالي داد كاني محكمة دا حبسيكا كسي ديسي أيا سيابا كلاد دوان لوغو حرحيري بلدويني وحانا داد كاني إنتا أي حرنايين آن لهور جينين محكمة دا بلسي سي شرعي دارا أي حبسيكا لوغو هايي
gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Taakoy ayaa go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay wuxuuna carabka ku dhuftay in dadkaasi aysan dhammaystirnayn eedda loo haysto islamarkaasina waafaqsaneen heerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo heerka garsoorka qodobka 122 dembi la'aanta sidaas daraaddeedna xeerka ciqaabta inay maxkamadda dadkaasi ku sii dayso si degdeg ahay dadka xabsiga laga sii daayay oo ku jirta gabar la dhalatay madaxweynihii hore Hirshabeelle Waare ayaa laamaha ammaanka ku eedeeyeen in ay ka soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle sidoo kale ay ku howlanaayeen abuuritaanka rabshado iyo kicin dadweyne si kastaba ha ahaatee dadkaasi halkaasi laga soo deeyay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa haweenay xaamilo aheyd fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo shirki maanta golaha wasiirada si degdeg ah uga baxay kadib markii madaxweyne Farmaajo telefoon ku soo dhuftay isla markaasina filo Soomaali u cararay shirkiina sidaas ugu tagay ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble ayaa seegay shirkii golaha wasiirada ee maanta kadib markii si degdeg ah looga yeeray madaxtooyada xilli uu furi rabay shirkaasi todobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada sida ay warbaahinta heshay Roble ayaa si degdeg uga baxay xafiiskiisa oo ay xilligaasi soo buux dhaafiyeen koorumka wasiirada inta badan wasiirada xukuumaddiisa waxaana shirka todobaadlaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya shir guddoomiye ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar ma cadda sababta Roble loogu yeeray fila Soomaaliya hase yeeshee waxaa loo badinayaa inay la xiriirto arrimaha doorashooyinka maadaama wicitaankiisa uu yimid wax yar uun kadib markii golaha wasiirada Puntland ay soo saareen qoraal ay ku adkaynayaan in shirka Farmaajo ku baaqay lagu qabto magaalada Muqdisho islamarkaasina garowa uusan imaanin si bulshada Soomaaliyeed ugu soo qayb gasho dhanka kale shirkii golaha wasiirada ee maanta ayaa waxaa lagu ansixiyey siyaasadda qaran ee howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ahi ee dowladda xubin guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka iyadoo la soo bandhigay qorshaha korontada dalka golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhigaystay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga taas oo ku aadan xasilinta iyo howlgallada amniga dalka kuwaasi oo xaqiijiyey in la dardargelinayo howlgallada lagu sugayo amniga iyo nabadaynta dalka xilligan muhiimka ahi ee lagu jiro doorashooyinka sidoo kale waxaa shirka warbixin looga dhigaystay wasiirka caafimaadka oo iyadu soo bandhigtay xaaladihii u dambeeyey caabuqa 19 iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxa uu golaha xilgaarsiinta bogaadiyey dadaalka lagu badbaadinayo caafimaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo lagu baaqay in la xoojiyo wacyigelinta bulshada gaar ahaan xilligani oo lagu jiro caabuqa 19 isla markaasina dadka Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan caabuqa 19 in uu weli dunida halakaynayo si kastaba ha ahaatee si rasmi ah looma oga waxa Roble ka cararsiiyey isla markaasina oo fila Soomaaliya ugu cararay hase ahaatee warar qaar ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo ugu dambeyn cadaadis xoogan kadib aqbalay in Muqdisho lagu qabto hase ahaatee wararkayna xiga ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dhinaca kale Puntland oo go'aan ka soo saartay shirka 15-ka Febraayo lagu baaqay isla markaasina mar kale ku soo celisay Farmaajo shirka golaha wasiirada Puntland oo maanta shir yeeshay kaasi oo shir guddoominaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa looga hadlay muranka doorashooyinka dalka iyo xaaladda guud ee ammaanka Puntland shirkan oo si gaar diiradda loogu saaray ismariwaaga doorashada iyo shirkii u dambeeyay ee madaxweyne Dani la qaatay madaxda dalka ayaa waxaa lagu sheegay in dowlad goboleedka Puntland ay dadaal badan gelisay xal u helidda caqabadaha ku gadaama doorashooyinka qaranka afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani oo warbaahinta la hadlay kulankaasi kadib ayaa sheegay in Puntland ay mar walba diyaar u tahay inay kaalinteeda ka qaadato xal u helidda hannaanka doorashada isagoona xusay in maamulkooda uu danaynayo in si dhaqso ah shir isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda dalka waxa uu sheegay in shirka golaha wasiirada uu sii adkaynayo soo jeedinta maamulka taasi oo aheyd in shirka uu iclaamiyey madaxweyne wakhtigiisu dhammaaday in lagu qabto magaalada Muqdisho si ay uga soo qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadda dalka iyo beesha caalamka Dabarani ayaa carabka ku adkeeyey in sababta ay Puntland ugu adkaysanayso in shirka uu ka qabsoomo Muqdisho ay tahay in dhammaan danayaasha arrimaha doorashooyinka ay ku sugan yihiin caasimadda Soomaaliya isla markaasina ay suuragal tahay in dhaqso xal looga gaaro muranka ka taagan arrintani ayaa imaanaysa xilli uu shalay maamulka Puntland ka hor yimid in shirweynaha looga arrinsanayo doorashooyinka lagu qabto garowa middaasi uu ku adkaysanayo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee Farmaajo si kastaba waxaa weli taagan muranka ka taagan doorasho inka xilli uu dhammaaday muddo xileedkii sharciga ahaa ee madaxweynaha Soomaaliya waxaana socda dadaallo ay beesha caalamka ku rabto in saamilayda siyaasadda ay shir isugu yimaadaan si xal degdeg ah loo gaaro dhinaca kale Jubbaland oo war cusub ka soo saartay ismariwaaga ka taagan doorashada dalka
مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيها قدومي الشركة قولها وزيرة مامول كاسي أي شين أو لغها دلي أرمو أي كمدين دورشوين كدالك أو ولي لسكو عكرين يهي جبلان أي قيب وين كأح عقبضها أقوين دورشة أي كدع لا دهي أي ذا أو مدحوينها مامول كاسي أحمد مدوبي مدحوينها وقت يجي سودان ماضي سومالي فرماجي اسكو هيان قبل كجدو سيكستا وكولانكي قولها وسيرا دا ايمانتا اي جوبلان كوشيك تاي ان اي مامولكا اوسي ودو دادالكا لحريرا سيدي هشيس رسميا لوغا غاري لها ارما دورشوينكا يو خلافكا تاغن ما عدا حيلغا دورشا دا هشيس لغا غاري دونا وحينا اهيت شالي اون ماركي جوبلان اي دي داي شير اوسو جيدي فرماجا اوكا داعو غارا وكونا باقضي ان لغو قبتا مغالا دا مغدشو